بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد مرور 1000 يوم على الحراك في هذا البلد، أقول إلى السلطة التنفيذية والسلطة الترشيعية: ماذا أنجزتم انطلاقا من الشعب مصدر السلطات؟ كنتم تتحججون دائما بأن المعارضة هي المعيقة للتقدم في هذا البلد. الآن وبعد 1000 يوم من صفاء الجو لكم، ماذا أنجزتم لهذا البلد؟ كل المراقبين وكل المواطنين يقولون بأن ما أنجزته السلطة التشريعية على الأقل تغيير بعض القوانين والتوصيات المكبلة لحريات هذا الشعب، وهذا متفق عليه عند الجميع. القوانين التي كانت موجودة من قبل زيد عليها معوقات أخرى في خلال هذه الألف يوم التي مضت. من ناحية تنفيذية، سأتكلم عن موضوع الخدمات على سبيل المثال. الجميع يعلم بأن اللامركزية في اتخاذ القرار هي الأساس الأول للديمقراطية في العالم. كانت المجالس البلدية في أولى انطلاقاتها مضرب مثل للدول التي سبقتنا. بعد 1000 يوم ماذا نرى؟ العودة إلى المركزية في اتخاذ القرار ومصادرة إرادة الناخب بكل جلاء، وليس من قبل، يعني هذه المعلومة ليست من قبل المعارضة يعني تتكلم عنها، وإنما جميع المجالس البلدية الآن تتكلم بأن سلطة المجالس البلدية اختزلت في وزارة البلديات، وهذا يعني تراجع كبير في الديمقراطية، على أن الشعب فعلا ليس مصدر السلطات الآن. يعني حتى في القرار الخدمي الذي أنيط إلى الأعضاء البلديين أرجع مرة أخرى إلى وزارة شؤون البلديات. وقس على ذلك، بناء على ذلك، كثير من الخدمات الحيوية التي كانت موجودة وكانت يعني ملموسة مباشرة من قبل المواطنين الآن إما توقفت أو تعثرت في أحسن الأحوال. على سبيل المثال، البيوت الآيلة للسقوط موجودة لجميع شرائح المجتمع، موضوع توقف أو تعثر إلى الأبد. موضوع ترميم المساكن للبيوت اللي أقل من الآيلة للسقوط موضوع متعثر. هذه الشكاوى موجودة يوميا في الجرائد الرسمية الموجودة في البلد. وموضوع الاستملاكات على سبيل المثال، موضوع الخدمات، موضوع يعني أكثر المواضيع الخدمية الموجودة في المجالس البلدية، وهي اللبنة الأولى لأي ديمقراطية في العالم، الآن في هذه بعد 1000 يوم يعني قاعدة تتراجع تراجع خطير جدا. وزادوا على ذلك، يعني هذا أعتقد لأول مرة يحدث في تاريخ الديمقراطيات، أنه يعز إلى أعضاء منتخبين بإقالة أعضاء منتخبين وحرمان مناطقهم الخدمات طوال هذه الفترة. أنا أعتقد يعني إذا أردنا أن نأخذ بعض الدروس السريعة من الحراك في هذه الفترة، أنا أويرك الأستاذ علي البزاز أن تكون هناك وقفة لمراجعة موقف المعارضة وموقف الدولة وعلى جميع المستويات. هذا عدني يعني لو يعز إلى الجهات مختصة أن تكتب في هذا الاتجاه، فراح نكون حصيلة من المعلومات ربما نغير فيها طريقة تعاملنا مع الأحداث أو الوضع في البحرين. والسلام عليكم ورحمة الله.